مشاهدينا ومستمعينا، السلام عليكم ورحمة الله. عبر قناة الإيمان وإذاعة البشائر نرحب بكم إلى حلقة جديدة من على فكرة. مع تبدل مفهوم الأمية في العصر الحديث، أي موقع يحتله المجتمع العربي في سلم تصنيفها؟ وما هي الأثمان التي يدفعها من جراء تفشيها بين أفراده وفي مؤسساته؟ الأمية الجديدة عنوان هذه الحلقة من على فكرة، والتي نستقبل فيها مدير تطوير المناهج في مركز الأبحاث والدراسات التربوية والأستاذ الجامعي دكتور عباس كنعان. دكتور عباس، السلام عليكم. أهلا بكم ضيفا عزيزا. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيكم يا رب. قبل البدء مع حضرتك، رح نتابع نحن وياك والمشاهدين والمستمعين هالتقرير ونرجع. لطالما اقترنت الأمية بالتخلف والفقر، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمكافحتها، ما زالت حتى اليوم مشكلة تعاني منها العديد من دول العالم بنسبة أو بأخرى، ولم تعد تنحصر بعدم القدرة على القراءة والكتابة كما عرفت سابقاً، بل اتخذت حديثاً أشكالاً وأوجهاً أخرى لا تقل خطورة على التطور الإنساني وقدرته على الإنتاج. ومن أشكال الأمية الجديدة ما يعرف بالأمية الرقمية، أي عدم القدرة على التعامل مع التقنيات التي أفرزتها الثورة التكنولوجية الحديثة، علماً أن الأمية الإلكترونية لا تقتصر على أولئك الذين يعانون من السلالة القديمة للأمية، بل إنها أصابت بعض الفئات المتعلمة ممن لم تستهوهم التقنيات الجديدة، أو ربما استعصى عليهم ولوج عالمها واستيعابه. وفي ظل العولمة وسباق الشعوب لاكتساب مهارات التواصل وما تتطلبه من لغات، بات يعد أمياً من عجز عن كسب لغة على الأقل مع لغته الأم. حتى حملة الشهادات الذين لا يبذلون جهداً في متابعة دراساتهم العليا أو التوسع في أكثر من اختصاص أو نيل أكثر من شهادة، باتوا أقرب اليوم إلى صفة الأمي بالمفهوم العصري. وتستمر معاناة مجتمعاتنا العربية من أوجه الأمية على أنواعها، التي تبدأ بفك الحرف ولا تنتهي بالتعامل مع الثورة التكنولوجية. وتصل نسبة الأمية بشكلها القديم في العالم العربي إلى نحو 21% وفقاً لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة، عند الذكور تصل إلى 14.6%، بينما ترتفع لدى الإناث إلى 25.9%، وهو واقع خطير يشي ويقود لخطورة أكبر على صعيد حياة الأفراد وتطور المجتمع. على فكرة، من المفارقة أن أمة اقرأ ما زالت تعاني هذا الحجم من الجهل والتخلف، والسؤال كيف لهكذا مجتمعات أن تحلم بمحو الأمية بأوجهها الجديدة، وما زالت أمية الحرف تتغلغل في العديد من دولها وأفرادها. إذن برحب فيك من جديد دكتور عباس كنعان. يعني أيضاً بسياق نفسه الذي تحدث به التقرير، هناك قول: الأميون في القرن 21 ليسوا الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة، بل أولئك الذين لا يستطيعون التعلم ونقض ما تعلموه ومعاودة التعلم أو معاودة التعلم من جديد. بهذه العبارة وصف الكاتب الأمريكي ألفين توفلر الأمية الجديدة، وهو عنوان حلقتنا لليوم. بداية، إذا بدنا نعرج نحن وياك على محددات الأمية ومعاييرها أو معاييرها وفقا لعصرنا الحالي، وما المقصود بالأمية الجديدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومجددا أسأل الله مساءكم مساء المشاهدين والمتابعين، ومشكورين على الضيافة الطيبة بهذا البرنامج القيم. طبعا الأمية الحديثة هي مفهوم يعني درج عليه منذ فترة تقريبا ضمن وثائق أممية وضمن مستندات دخلت في إطار تطوير التعليم في الكثير من المناحي المنهجية والتربوية. وهذا الأمر إن صح التعبير هو أخذ سياق في تطور على المستوى الفكر البشري، وتطور مواكبة ما يصطلح عليه في مهارات القرن 21. لأننا عندما نتناول قضية بهذا الحجم لها دخالة على المستوى الإيديولوجي، على المستوى السيسيولوجي يعني المستوى الاجتماعي، المستوى العقائدي،
وفضلا عن الجانب التربوي والتعليمي الذي تتناوله ضمن مفردات التعليم الواقعي بالمجتمعات. نعم. الإحصائيات اللي تفضلت فيها بخلال التقرير تناولت مجموعة من الأرقام التي تتفاوت ما بين دولة وأخرى، وإذا دخلنا إلى هذا التفاوت لندرس أو لندرس طبيعة هذا التفاوت نجد أن هناك مدخليات متعددة تطرح وتعالج الأسباب أو تتناول الأسباب التي يمكن أن تكون عائق أمام رفع إشكالية أو مشكلة الأمية بمفهومها القديم وليس بمفهومها الحديث، لأن الأمية كمان يعني يمكن عرجنا عليها بالبداية أنه في مفهوم قديم وفي مفهوم حديث. طبعا نحن عم نأخذ الإحصائيات على المستوى الإحصائيات بالأمية القديمة. نعم صحيح. التي تتناول 25% أو 21%، يعني وهي عدم إجادة القراءة والكتاب الحد الأدنى المطلوب، وهي فقدان كما يعبر في وثيقة 2030 للأمم المتحدة أن الفقدان أو عدم توفر القدرة على الكتابة والقراءة. وهذا إذا كنا عم نتناول الأمم أو صنفنا الأمم، نجد الأمة العربية والإسلامية يعني النسبة عالية، ما بديش أقول هي الأعلى لأن هناك أمم تتعلق بالشعوب التي تتواجد في إفريقيا مثلا ممكن أن يعني تقارب هذه النسبة، لكن أمة بمستوى الأمة الإسلامية التي أمة اقرأ التي يمكن أن نصطلح عليها بأنها أمة القرآن الذي قيد العقيدة وقيد المبادئ السماوية، وهي مدخلية لكلام الله سبحانه وتعالى، أن تكون لها هذه المدخلية أو هذه النسبة المئوية على مستوى الشعوب أو مستوى الناس، هذا بالتأكيد لهم. طبعا نحن بلبنان كان عندنا نسبة تقريبا ما بين 5-6% منذ سنوات قليلة، ما بعرف قديش هلا الإحصائيات تتناول بدقة هذا الأمر، لكن أعتقد بأن هناك للأسف على مستوى المفهوم القديم للأمية هناك خلل لا يزال قائما ونحتاج إلى معالجة، في حين أن المفهوم الحديث يعني أوجد واقع جديد ومدخلية حديثة على مستوى الأمية في مفهومنا الحديث. وصار عندنا كمان هذا الصراع بين أنه بدنا نلحق نردم الهوة للأمية بالسلالة القديمة. نعم. كما تم التعبير بالتقرير أو بمفهومها القديم، وأنه نلحق ونجرب نستدرك جديد. يعني المشكلة أو الأزمة بالأمية بمفهومها الجديد. صح. أو العصرية اللي كمان هيك بعد بدنا نفصل شوي صغيرة بأشكالها إذا صح التعبير. إذا بدنا نتطرق بداية كمان ما عرج عليه التقرير بشكل من أشكال الأمية الحديثة وهو الأمية الرقمية أو الإلكترونية، شو المقصود في تحديدها؟ طبعا تارة نعبر بالأمية الرقمية، تارة نعبر بالأمية الحاسوبية، تارة نعبر بالأمية الحديثة أو المعاصرة أو ما شابه ذلك، وهناك تسميات متعددة يمكن أن تكون ضمن دائرة واحدة ترتبط بما دخلت إليه التقنية في عالمنا اليوم. يعني حتى الآن في كل أسرة وفي كل بيت وفي كل مؤسسة تعليمية أو مؤسسات مدنية تقوم التقنية، وحتى في وسائل الإعلام التقنية لها دخالة أساسية في بناء المسارات العملية اليومية لهذه المؤسسات وهذه المنظمات. فضلا عن ذلك حتى على المستوى الفردي، يعني الإنسان في حياته اليومية دخلت الرقمية ودخل عالم التكنولوجيا إلى واقعه وأصبح واقعا لا يمكن الخروج عنه إن صح التعبير، ومختلف مجالات الحياة وهذا يعبر عن أن هناك لابد أن تكون هناك مهارات وقدرات تتوفر لدى المستخدم لمواكبة هذا الواقع ولكيفية استخدامه. لذلك الأمية الحديثة، وإن كان هناك تقييم ما يمكن أن نعرج للحديث عنه، لكن حاليا الأمية الحديثة تقارن بالأمية الرقمية والأمية الإلكترونية. عدم قدرة الإنسان، عدم قدرة المستخدم على استخدام التقنية الحديثة، عدم قدرته على استخدام الوسائط الإلكترونية التي يمكن أن تشكل مدخلية للبحث عن المعرفة، عدم القدرة على حماية مخزونه المعرفي على السوشيال ميديا أو غير السوشيال ميديا، عدم قدرة المؤسسات وليس الأفراد أيضا على استخدامها كوسائط في عملية التبادل مع المستفيدين ومع الزبائن ومع سوق العمل.
لذلك التقنية الحديثة التي رمت بظلالها على حياة الأفراد وحياة المؤسسات وحياة المجتمعات وحتى على الحكومات، لأن هناك في بعض الأحيان يمكن أن يصطلح على الحكومة بأنها لديها أمية رقمية أو لديها أمية تقنية معينة. وخلينا هذا ما نشهده يمكن في بلادنا ما يتعلق بكل أمور المكننة والإدارات الرسمية والحكومية، بعد هذه المسائل يعني تقليدية وغير متطورة وبدها كتير وقت. وأعتقد أيضا بأنه إشكال الأمية الرقمية تحديدا فرض نفسه بقوة يعني بالعامين القادمة الماضيين يعني مع اجتياح جائحة كورونا للعالم، ويعني صارت كل الحياة أونلاين أو عن بعد تعلم وغير ذلك، صرنا نحكي أنه من لم يواكب كأستاذ أو من لم لا يستطيع المواكبة أيضا كتلميذ أو متعلم لديه مشكلة كبرى، ونذهب إلى تصنيفه يمكن ضمن الإطار الأمي. نعم، حتى على مستوى بناء المنهج التعليمي في لبنان، وهذا يمكن النقاش فيه من زوايا متعددة. حتى عندما يعني ممكن الإطلال على المنهج التعليمي وحتى آليات التطوير المناهج التعليمية، يمكن نأخذ التقنية بأنها مفردة تقدم ضمن المنهج، أو يمكن أخذها على مستوى تقنية استخدام التكنولوجيا في عملية التعليم. يعني جائحة كورونا حتى فرضت على كيفية التعامل ما بين المؤسسة التعليمية والأهل أو المتعلم وما بين المؤسسات والمعلم، لكن لم تلحظ المستويات التي قدمتها على مستوى المعطى التكنولوجي. يعني ممكن استخدم بعض المؤسسات التكنولوجيا في إيصال المعرفة، استخدمتها في عملية التفاعل والاتصال، لكن لم تأخذ التقنية في محتواها المعرفي. وهذا لذلك يمكن بعض المنظرين في لبنان بيتحدث أنه يمكن مثلا في حاجة لتطوير المناهج التعليمية. أنا بقول في عملية تحول لابد أن تكون على مستوى هندسة المناهج وإعادة تصويب هذه المناهج بطريقة لا تستخدم التقنية فقط للاتصال، ولا تستخدم التقنية فقط لعملية التواصل ما بين المعلم والمتعلم وبين الأسرة والعملية التعليمية، بل تأخذ التقنية كمدخل معرفي. وهذا ما يمكن أن يؤسس لفجوة للأسف، فجوة على مستوى الأجيال، لأن الاختلاف في مستويات التقنية واستخدام التقنيات يؤسس لفجوات بين الأجيال لا يمكن أن تواكب بمقدار ما يمكن أن يقدم في المنهج التعليمي على مستوى المعرفة بالتقنية الجزئية الفلانية والجزئية الأخرى. بل لابد من عملية إعادة بناء منهج تعليمي يقوم على استخدام المعرفة الحديثة وتقنيات الرقمية، لكن على مستوى ما يواجه هذا الإنسان من تحديات معاصرة. يعني وأن نسخر التقنية بكامل يمكن أساليبها لإيصال المعلومة الدقيقة الجاذبة والمستقطبة للمتلقي، مما كان يكون كان متعلم أو غير ذلك، وهذا ما نفتقده. ولكن هناك جهود سنبحث بعد قليل يعني ونقيم أو نقدر مدى فعاليتها وجدواها إلى أين وصلت بهذا الإطار، تحديدا بعملية التدريب يمكن للمعلمين والمتعلمين بالسنتين الماضيتين بما يتعلق بمحو الأمية الرقمية أو الإلكترونية. طيب، هناك أيضا اعتبار آخر تتوقف عنده الناس حاليا في عصرنا، وأنه هيك يعني حتى لو تم التعبير بالدارج وبالشعبي، ولكن صار اليوم يعني يؤخذ بعين الاعتبار أنه يعني هناك الكثر ممن لا يجيدون إلا اللغة الأم، وليس لديهم هذا التعدد باللغات، أو أنه عندهم فقر تعب أو أنه ضعف في اللغات الأخرى إن تلقوها في صغرهم، أنه ما بيعرف شيء. هيدا بناء إلى مفاهيم العصر أيضا يصنف يعني أقرب إلى الأمية. كمان هون قديش فينا نعتبر أنه هذا المعيار دقيق ومنصف؟ هلأ بطبيعة الحال التقنية والعصر المعلوماتية التي نعيشها في واقعنا اليومي، بالتأكيد الكثير من الوقائع المستجدة على واقع الإنسان بدل بالمفهوم في كيفية التعامل معها. حتى عندما يصبح العالم بين يدي
المعطيات التي تقدم، وسائل التواصل الاجتماعي، أن تناقل المعلومة أصبح متوفر بهذا الحجم. وبالتأكيد ساعة ندخل على البيانات المعلوماتية ونعمل سيرش أو نعمل أبحاث على هذه المواقع، نجد هناك كمية هائلة من المعلومات هي بلغات أجنبية. مما يستدعي ذلك على الباحث، على المتعلم، حتى على التاجر، على المستخدم للكثير من التقنيات اليومية، في بعض الأحيان لا يستطيع الوصول إلى المعلومة إلا بأن يتوسط لغة معينة أو ما شابه ذلك. لذلك اليوم في عالم التعليم أو عالم يعني البناء المناهج التعليمية، يوجد اتجاه لكي يكون هناك معرفة بعدة لغات، يعني ليس في لغة إضافية بل هناك لغتين وأكثر، مما يعني أن هناك انفتاح على المستوى العالمي لمجموعة وتداخل لمجموعة من البيانات والتي ترتبط بالجانب المعرفي. لذلك أي مستخدم أو أي باحث يريد الوصول إلى معرفة لابد أن يدخل في إطار استخدام اللغة التي يمكن أن تكون باعثة أو التي يمكن أن تتوفر لديها المعلومات. يعني اللغة اليوم أو اللغة الأخرى الثانية غير اللغة الأم باتت وسيلة للانفتاح على مختلف أنواع المعرفة وليست مجرد ترف بين المزدوجين. لكن على أمل أن يكون هناك، يعني في وقت الذي نريد البحث عن لغات إضافية لأبنائنا لمجتمعنا إلى آخره، ألا نفتقد لغة الأم. لغة الأم بما لديها من قيم، بما لديها من تقاليد، بما لديها من تقاليد أكيد موضعة بين هلالين، تقاليد تتناسب مع وتتلائم مع عقيدتنا، مع فكرنا، مع قيمنا. هذه اللغة لابد أن تحفظ وأن لا تهمل. بالوقت الذي نريد من متعلمين أن يكونوا لديهم مهارات في عملية التواصل والبحث عن المعرفة والبحث عن نحفظ هذا التوازن، وظل هذا الالتصاق باللغة ربط بالالتصاق بالهوية. صحيح. بلا شك. يعني كمان هون بدنا نعرج على تحدي فرص العمل، يعني كمان صار عم يفرض التعدد باللغات، وصارت الناس يمكن لتغذي السي في تبعها لتكون منفتحة على آفاق بالعمل إن كان داخل البلاد أو خارجها، وخاصة هلأ مسألة الأونلاين أو العمل عن بعد صارت متوفرة بكثرة، فاللغة اليوم صارت ضرورية إيجاد لغة أخرى إضافة إلى اللغة الأم. بتقديري ساعة نلحظ سوق العمل، نجد أن سوق العمل يعني كل يوم لديه الكثير من المستجدات والأحداث التي تواكب البعد الاقتصادي، يواكب البعد السياسي والبعد الاجتماعي إلى آخره. لذلك لابد أن نلحظ أن سوق العمل المستجد هو لديه حاجيات ضرورية يحتاج كل شخص الذي يريد الدخول إلى هذا السوق أن يواكب المستجدات التي يمكن أن تطرح. حتى إذا فرضنا على المستوى التقنية والتي يمكن أن تكون في موارد الصناعات الذكية، اليوم لابد من أن يكون هناك لدينا لغات تواكب وتتابع مسألة هذه التقنية وهذه يعني المستجدات العصرية والصناعات التي يمكن أن تكون هي منشأ، قد لا تكون منشأ وطني للأسف، بل يكون هناك منشأ خارجي. لابد من استخدام هذه اللغات لكي تتعامل مع هذه التقنية بما لا تشكل هذه التقنية مورد للخلل في الوظائف الاجتماعية القائمة. وبالتأكيد عندما نجد أن هناك سوق عمل يحتاج إلى لغات لدى المستخدم، لابد أن نلحظ هذا الأمر على المستوى أيضا التعليمي، فضلا عن الجانب المعرفي اللي تطرقنا إليه قبل قليل. يعني أنا ساعة بدي أجي أدرس عملية سوق العمل أو السوق الإنتاجي أو السوق الاقتصادي، لابد أن ألحظ أن هذا الشخص الذي أريد أن أخرجه لهذا السوق لابد أن يحمل مجموعة من المهارات ومجموعة من القدرات ومجموعة من اللغات، فضلا عن تلك القيم التي لابد أن يواجه بها تلك المستجدات التي تحيط بسوق العمل والمستجدات التي تحيط بالواقع الاجتماعي. نعم، فضلا يعني عن بقية تحديات الحياة، أيضا اعتبار ممكن نوقف عنده أو معيار من المعايير لتصنيف الأمية الجديدة إذا صح التعبير وفق المفهوم الحالي، هي يعني الشهادات العليا. هناك في مجتمعاتنا دكتور عباس كنعان لهاف إذا صح التعبير أو يعني سعي دؤوب لتحصيل الشهادات العليا. يعني اليوم اللي ما معه أقل له ماستر
انه يعني نعم. يعتبر انه شو اليوم الاجازه او الليسانس انه خير ان شاء الله يعني، وكانه ما مش عامل شيء لانه ما عم بيواكب او ما عم بيطور حاله، او حتى يمكن ما عنده شهاده اخرى، اختصاص اخر، والى اخره. كمان قد ايه برايك هذه المساله ضروريه ومهمه، وقد ايه ممكن يكون مبالغ فيها احيانا؟ تأكيدا على كلامكم، بعض الدول اتخذت قرار بأن يكون من عام 2030 تقريبا أو 2035 أن يكون نسبة الذين يحصلون على الماستر 60% من شعبه، وهذه النسبة نسبة عالية جدا. نعم. نسبة عالية جدا حتى على المستوى الهرم السكاني الذي يمكن أن يحصل، لأن هناك أعمار تدنت أو أعمار يعني أصبحت في مراحل متقدمة بالسن، فتحصيل النسبة أو المستوى التعليمي بهذا المقدار قد يكون من الصعوبة، لكن طموح تسعى إليه بعض الدول. والبعض الآخر يقول بأن هناك أمية على مستوى التحصيل العلمي، لأنه المستويات العلمية الدنيا لم تعد لها قيمة. يعني فك الحرف بالمعناها القديم هو أمية أو محو أمية، لكن بالمعنى المعاصر لم يعد له قيمة. لكن على المستوى الغربي هناك منحة جديد بأن ليس العبارة في مسألة تحصيل، وهذا يمكن نحن نحتاج إلى نقاش على مستوى الجامعات المعاصرة أو الجامعات الخاصة والجامعات الرسمية في لبنان، أنه تحصيل الشهادات ليس هو المعيار الأول والهدف الأول في عملية التحصيل العلمي، بل أصبحت الكثير من المؤسسات تأخذ بمعنى الاقتدار والقدرات والكفايات التي لابد من تحصيلها على مستوى مهارات الفردية. يعني يؤخذ بعين الاعتبار هذه القدرات، هذه القدرات إذا كانت محصلة من خلال الدراسات العليا فنعم وبها. نعم. إن لم تكن محصلة من خلال الدراسات الجامعية والدينية والحوزوية وغيرها، فلا بد من أن يصنف الفرد على أساس هذه المهارات. لأن الكثير من الخريجين للأسف خريجي الجامعات ما عم موجه انتقاد أو في حالة الانتقاد، حتى المعاهد الفنية يعني. نعم. والهون المشكلة للأسف، يعني المعاهد الفنية هي اللي هي دكتور يلي عندها فعليا ميراث على الأرض، وأغلب الاختصاصات فيها براكتس أو يعني هذه الممارسة، لأنه بالإطار النظري ممكن يكونوا ناجحين، ولكن عمليا هنا الفشل الذريع. هذا يعني حتى يمكن الكلام بأنه لا أستطيع أن أرمي المسؤولية على عاتق المتعلم أو الخريج، لأنه قد تكون هناك مشكلة في عملية بناء المنهج الذي يعني أثقل بالمعايير المعرفية وترك جانب المهاري مثلا. لكن عم أقول أنا حتى بالمنحة القدرات المأخوذة لم يعد تلحظ، أو المنحة الذي يمكن أن يؤخذ حاليا في مسألة الدراسات العليا لم يؤخذ بعين الاعتبار مستوى الدرجات على مستوى الشهادات، بل تؤخذ بعين الاعتبار المهارات والقدرات التي تحصل. يعني الموظف إذا كان حصل هذه المهارات فيؤخذ به ويؤخذ به كعنوان يعني أولي، بغض النظر عن الجوانب التحصيل للشهادات العليا. هذا الأمر يلقي بظلاله على الكثير من مخططات التعليمية في واقعنا حتى على مستوى الإقدام. أنا ما عم أقول أنه ما بدنا يسعوا شبابنا وإخواننا وصبايانا باتجاه تحصيل الشهادات الجامعية العليا، لكن أقول بأن هذا التعلق لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار عن المنحة الجديد في مسألة أن الإنسان الذي يريد أن يقوم بوظيفة معينة لابد أن تتوفر لديه القدرات على المستوى القدرات الوظيفية، القدرات التحدث، قدرات الاتصال، القدرات والمهارات 21 التي تعتبر أنها القدرة على بيان الأمور وتقديم الأمور وتوضيح الأمور، هي لها دخل في مهارات 21 والتي لابد أن تدخل في مناهجنا التعليمية اللي مر عليها 23 سنة أو أكثر. ومش نركض بس إلى يعني أنه نراكم شهادات ونكون عم نحصل، ومثل ما كتار بيقولوا يعني تتعلق على الحيط آخر شيء، وفعليا على الأرض لا تترجم. هلأ ما بعرف، هناك نية يمكن
داخل كل منا إلى تحسين حياته وشروط حياته وفرصه، يمكن فرص العمل أو غيره. ولذلك يمكن الشهادة هي وسيلة، هون بيصيروا عم بيتخصصوا بأكثر من مجال، عم جربوا يطالوا مختلف الحاجات لسوق العمل. فبتلاقي حدا متخصص يمكن اختصاص علمي، بعدين رايح عامل شيء اختصاص صح. نظري، بعدين عامل اختصاص تكنولوجي أو إعلامي وإلى آخره، سعيا لتحسين شروط حياته. يمكن هون هذا الأمر مبرر ومشروع. نعم. بالتأكيد دراسة الدوافع التي يعني خلينا نقول تعتري الطلاب حاليا، هذه الدوافع هي دوافع سليمة جدا ودوافع تقدر ودوافع لابد أن نسعى لإشباعها نحن المعنيين بالجانب التربوي والتنظير التربوي والمناهج التربوية والوزارات والمؤسسات التي تعنى بالجانب التربوي. لابد أن تأخذ هذه الدوافع بعين الاعتبار وتقدر وتثمن هذه الدوافع، لكن في نفس الوقت توجه هذه الدوافع باتجاه كيف يمكن لهذا الدافع أن يستثمر عملية تربوية في رفع كفاءته وقدراته ومهاراته ليستثمر به لاحقا. بالتأكيد على المستوى الحياتي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي وما شابه ذلك. لذلك مسألة التخطيط لي على عملية تربوية لا تنظر أو لا تنظر فقط إلى الجانب الدوافع، لأن هذه لدينا دوافع تعلمية لدى شبابنا وصبايانا كتير عالية حقيقة. حتى إذا بنفوت على الإحصائيات لدينا ما يقارب 219 أو 223 ألف طالب جامعي في لبنان. هذا الرقم هو رقم هائل ومهم جدا بالنسبة لعدد السكان، لكن خلينا نفتش على ما هي الموارد التي يمكن استثمار هذه القدرات في إطار سوق العمل، أو خلينا نقول سوق العمل بالتعبير يمكن الاقتصادي، لكن حاجة المجتمع إلى هذه الطاقات البشرية على مستوى إنتاج المعرفة، تناقل المعرفة، حفظ المعرفة والإنتاج والإبداع الذي يحول واقع المأزوم التي نعيش حاليا بين أزمات اجتماعية واقتصادية ومعيشية وسياسية. كيف يمكن أن نستثمر هذه الطاقات الهائلة الموجودة لدينا في مجتمعنا من أجل تعديل هذا الواقع وتطوير هذه القدرات باتجاه استثمارها على المستوى الحياتي؟ طيب يعني لطيف دكتور عباس كنعان، أتيت على ذكر الواقع وكم هو مرير ويعني قاس في بلادنا تحديدا. اليوم دائما هناك علاقة وارتباط بين الفقر والأمية، هذا ملاحظة بمختلف الأبحاث. طيب الفقر أو الواقع المتردي أو الظروف المعيشية الصعبة اليوم بطل أو لم يعد حكرا على فئة محددة، خاصة إذا نحكي في لبنان، يعني صار يطال العديد من الشرائح ويعني ناطرين بعد هنشوف الأفضع. طب كيف بدي أحسن ظروف حياتي؟ كيف بدي أطلع من أمية معينة إن كانت تقليدية أو حتى رقمية وأنا أعيش في هذه الظروف الصعبة؟ مش أنا بدي أقدر أوصل إلى المعرفة الإلكترونية، بدي كهرباء، بدي إنترنت. طب كيف؟ يعني هون كأنه نحن ذاهبون باتجاه عكسي، يعني مرة منقول متفائلون بأعداد الطلبة وأنها بارتفاع وبزيادة هالقد شهادات، مرة تانية منقول طب ما في أجيال هلأ رايحة يمكن للأمية. صحيح. يعني يمكن تاخذ يمكن تترفع الصفوف بس هي ما عم تعلم شيء. هلا اذا بتسمحي لي كمان، موضوع فعلا دافعيه التعلم لدى شبابنا هو موضوع مهم جدا، البحث على المستوى التاريخي، لانه الان في لبنان اذا بدنا ناخذ المجتمع اللبناني، الان في لبنان مستوى الدافعيه نحو التحصيل العلمي بمستوياته الجامعيه العليا هو عال جدا. نعم. بالوقت اللي مرت فترات زمنية لم يكن لهذه الشرائح بالمجمل الفرصة لأن تكون لديها هذا التقدم على المستوى العلمي. لذلك لابد من نلحظ البعد التاريخي، البعد التاريخي الذي تتوفر فيه، هل توفرت سابقا تلك الموارد التي تتاح حاليا أمام جيلنا وشبابنا من أجل العلم وتحصيل العلم؟ هل تتاح أو أتيحت في السابق كل تلك الإمكانيات التي أصبحت اليوم متناول أبنائنا، هل أتيحت في السابق؟ هل الظروف التاريخية سمحت؟ هل الظروف الأمنية سمحت في السابق؟ هذا الأمر يحتاج إلى بحث تفصيلي. لكن في واقعنا الحالي على المستوى التقنية التي تفضلت
اشتغلت بها؟ انه هلا يمكن نحتاج الى مثلا التعليم عن بعد يحتاج الى مجموعه من التقنيات الحديثه والامكانيات والكهرباء والى اخره، شروط حد ادنى يعني، شروط ولابد من توفرها ومقدمات لابد من توفرها. طبعا نحن في جائحه كورونا هي سابقت الزمن وفرضت علينا الكثير من الوقائع، ولعل هذا من أوجهها الإيجابية. صحيح، حتى نحن في لبنان لا يوجد قانون يغطي مسألة التعليم عن بعد، لا يوجد قانون، بل استحدث مؤخرا قانون أو مرسوم لأجل تغطية هذا الواقع الذي أصبح طارئ. ما كان عندنا قوانين وما كان في حاجة قبل، وما كان في حاجة، بل هناك موقف سلبي حتى التعليم عن بعد، أنه موقف سلبي يمكن أن يكون من خلال المنظرين التربويين أو القيمين على موضوع تصميم المناهج التعليمية أو الإدارات الرسمية. لكن الآن أصبح هو الواقع. طيب، إداراتنا لا يوجد هناك تجهيزات، حتى على مستوى المعلم لا يوجد لديه القدرات للتعليم عن بعد. يمكن بعض يعرف بالتقنية بجزئيتها، لكن التعليم عن بعد بحيثيته المتعددة وكيفية الدخول وتحويل البيئة تعلمية تفاعلية ما بينه وبين المتعلم لم تكن متاحة. حتى على مستوى الأسرة كيف تتفاعل وكيف توفر أبنائها في عملية التعلم، هذا الأمر غير متاح. طيب، الآن أصبحنا في واقع نحتاج إلى إعادة تصويب على مستوى الإدارة التعليمية، الوزارة المعنية، الإدارات المعنية. لا يمكن أن نطرح الأمر على مستوى أننا أصدرنا كتابا إلكترونيا وهو أصبح بمتناول الناس، عامة الناس، هذا مش كافي. لا يمكن القول بأن لدينا مادة يمكن أن تقرر الآن أو بعد حين بأنها أصبحت في المنهج التعليمي وتصبح مثلا المادة الإلكترونية موجودة، هذا مش كافي. لابد من تحويل عملية في منظومة متكاملة للعملية التعليمية، بدءا من الإدارات الرسمية وصولا إلى المناهج ومرورا بالمعلم وانتهاءا بالكتاب والمتعلم والإمكانيات البيئة البيتية. فضلا عن ذلك هناك خدمات الدولة ما لا يمكن أن يعني تفكر بطريقة جزئية، أن تفكر بالعملية التعليمية وتترك مسألة القدرة، قدرات الأسر أو قدرة الأسرة على كيفية مواكبة أو الظروف المعيشية لابد من استحداث عملية تحول على مستوى الإدارة العليا في بناء الدولة. كيف يمكن التعامل مع هذه الشرائح، خاصة عندما يكون هناك الفقر محكم في القرى وفي البلدات؟ حتى وسائلنا التواصل الاجتماعي الآن، وسائل التواصل لا تتيح أصلا نقل البيانات. هلأ الخدمة هبطت بجراء المحروقات إلى ما هنالك، حتى التعليم عن بعد غير متاح وبأسوأ نوعية وأقل جودة. فلا يمكن التفكير بطريقة جزئية، يعني حتى وزارة التربية هي تفكر بطريقة مستقلة عن بعضها، أو داخل الوزارة تفكر بطريقة مستقلة. لابد من تفكير متكامل على مستوى إدارة المجتمع. نعم. دكتور عباس كان عنا حتى بإحنا وياك، ولكن نذهب إلى هذا الفاصل ونعم. من جديد برحب فيكم مشاهدينا ومستمعينا، مكملين معكم اليوم بحلقتنا من على فكرة تحت عنوان الأمية الجديدة، وبدي أرجع رحب بدكتور عباس كنعان ضيفنا. أهلا وسهلا. طبعا نحن عم نتابع احنا وياك، رح نشوف بعد شوي أيضا آراء الناس حول سؤال الحلقة اللي طرحناه على فيسبوك. برأيكم هل الأمي بمفهوم اليوم هو فقط من لا يجيد القراءة والكتابة؟ لنشوف قديش هن مطلعين على أبعاد مسألة الأمية. ولكن يعني كنا عم نحكي عن الواقع الهاجس من التوسع أو يعني الارتفاع بمعدلات الأمية بمفهوم الجديد لدى أبنائنا وفي أجيالنا الحالية، بظل عدم توفر الظروف الموضوعية للتعلم. نعم. كانت عن بعد أو حتى بالمدارس. طبعا الواقع المأزوم حاليا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وحتى على مستوى الإدارات وما ألقى به على مستوى حياة الفرد. نعم. هذا أكيد أثر على المستوى النفسي.
على المستوى التعليمي، على مستوى إدارات الدولة فضلاً عن الإدارات الخاصة بالعملية التعليمية وما شابه ذلك. هذا ما فينا يعني نعزله عن الواقع الاجتماعي المأزوم، لكن أنا أعتقد بأنه مدخلية العلاج هو مسألة إيجاد الدافعية التعلم الذاتي. يعني مفترض على مستوى هلا الإدارات الرسمية إذا بدها تفكر تفكر كيف يمكن للمتعلم أن يكون لديه دافعية تعلمية ذاتية تحصيل العلم. طالما التقنية عم بتوفر المعرفة بسهولة وعم بتوفرها، يعني أي معطى يمكن الأستاذ عم يطرحه بالصف قدران الطالب يستخدم التليفون ويبحث عن المعطى ويقدمه طيب خلينا نروح للجانب المهارات اللي لها علاقة في كيفية تحصيل المعرفة الفردية والذاتية. هذا بيحتاج إلى عملية تصويب، يعني كيف أنا في أزرع لدى المتعلم قدرات تؤهله على اكتساب المعرفة الذاتية. هذا بعيد النظر في الكثير من المعطيات على مستوى بناء المنهج التعليمي القائم على التعليم من معلم إلى متعلم. خليني أنا أحول هذا المتعلم إلى باحث عن المعرفة من تلقاء نفسه. هلا بتقولي هذا عم ننظر، صحيح هاي مدخلية تنظير لمدخلية إعادة تصور للمناهج التعليمية بلبنان وإعادة تفكير حتى بالمؤسسات التعليمية. يعني بصير المتعلم هم اللي يفرض تصوراته ويطرح إشكالات ويبحث عنا المعرفة. وحتى بالمهارات القرن 21 المطروحة حاليا بتطوير المناهج، القدرة على التفكير والإبداع والابتكار. طيب الإبداع والابتكار هو ما بيحتاجوا إلى عملية دافعية ذاتية عند الفرد كي يبدع ويبتكر؟ إذا كانوا بحاجة فلنزرع هذه الدافعية لدى أبنائنا في عملية تحصيل المعرفة، ونترك لهم خيار لكن مع توجيه ممنهج ومبرمج ومساعد في عملية الإيصال للمعلومة. طيب هلا مبحث آخر كمان، كيف بدنا نزرع؟ يعني هذه كمان بنشوف إذا الوقت بيسمح إنه نكون عم نحكي فيها، وين صاروا أسئلة الفيسبوك والإجابات؟ إذا رح نشوف بعض الإجابات على سؤال الحلقة لمفهوم الأمية الجديدة بالنسبة للناس. ماريانا بتقول أحيانا المتعلم لا يجيد القراءة ولا يتقن استخدامها في المكان الصحيح، الثقافة هي التي تحدد النضوج الفكري والعلمي وتجعل المتعلم أكثر ذخرا بما يتلقاه من معرفة واكتساب، فعلينا أن ننظر في جوف وباطن الكلمة وليس فقط أن نتلقاها. الثقافة الفكرية التي تحدد بين الأمي المثقف والمتعلم الجاهل، حطت كمان هيك عبارة جديدة، المتعلم الجاهل. كثير من الأدباء والعلماء حملوا ثقافتهم أو ثقافاتهم ومهاراتهم وهم لم يدخلوا في غمار المدارس والجامعات. بتول بتقول أكيد لا يقتصر مفهوم الأمية على ذلك، قصده أنه على إجادة القراءة والكتابة، بل هناك دكاترة ومثقفين بحدود اختصاصهم يستخدمون أفكارهم بمكانها الخاطئ ويجهلون مفاهيم الإنسانية والثقافة المجتمعية وحتى ثقافة الأخلاق. مين بدنا ناخد غير بتول؟ بعد رح ناخد حسام بيقول عديم المعرفة، مصطلح آخر عن الأمي. وخالد بالختام بيقول الأمي اليوم هو مفهوم عام وليس مختص بالقراءة والكتابة. على سبيل المثال إذا كان الإنسان لا يفهم ما تدور حوله أو يدور حوله من أحداث على المستوى الفكري والثقافي والسياسي فهو أمي. كمان هذا تعريف آخر. صحيح. شو تعليقك يا دكتور عباس كنان؟ بتصور الشيء اللي قدموه هو موجود بالإصطلاحات المتعددة. يعني مستوى مثلا عدم فهم الظروف الحديثة أو الظروف المحيطة عبر عنه بأمية الحضارية أو الأمية الظرفية، اللي بيكون واحد فعلا غير عالم بالظروف المحيطة. وهذا مصطلح موجود، لكن لفتني الشيء اللي تفضلت فيه ميريانا بتصور ميريانا عن موضوع المتعلم الجاهل. المتعلم الجاهل أو التعلم الجاهلي حسب ما عبرت، إنه ممكن يكون شخص لديه مجموعة من الشهادات لكن هذه الشهادات لم ترتبط بأي فائدة على المستوى الحياتي الدنيوي أو الأخروي، لم يستطيع يعني استثمار هذه الفائدة والمعرفة العلمية في واقعه، لذلك يمكن أن يحمل ألقابا وشهادات متعددة لكن دون أن تكون لديه فائدة علمية ومعرفية واقعية وحقيقية. وهذا يمكن العمق الحقيقي لمعنى الأمية. صحيح. وهون ربطا باللي عم تتفضل فيه
يقال أنه يبدأ التمييز بين الأمية الأبجدية، يعني عدم معرفة القراءة والكتابة، وما سمي بالأمية الوظيفية، أي عدم القدرة على توظيف معرفة القراءة والكتابة بحدها الأدنى في أداء المهام الضرورية في الحياة. أو الوظيفية العملية. بالضبط. ومش بس عم نحكي عن القراءة والكتابة هون، عن الشهادات. إذا ما لقينا أنه في إلى استثمار عملي وفعلي، وحتى هون في ناس بتكون متخصصة فقط في شهادتها وما بتعرف أي شيء تاني كمان. صحيح. هذا الشيء ده يمكن اعتباره أمي. بدي رأيك دكتور عباس أيضا بفئة من الناس ارتضت تحديدا ما يتعلق بالأمية الرقمية أو الإلكترونية، لليوم يعني كمان هي موضع إشكال، ارتضت بأن تبقى بعيدة بخيار واضح وصريح منها، يعني وكثر يمكن من الأدباء الكتاب الناس التي لها هذه العلاقة يعني الحميمة بالقلم والورق، بأنه أنا بدي أكون بعيد كل البعد، ليس فقط عن وسائل التواصل بل عن كل يعني التقنية العالم التقني والرقمي. قديش ممكن يعني إذا بدنا نقول هيك نقارب الأمر نقبل هل مقبول أنه هذا الإرث يمكن اللي هني رح يتركوه بعدين الثقافي والفكري والأدبي يبقى محصور في هذا العالم بظل اجتياح الإنترنت والرقمية لكل شيء؟ هلأ إذا بدي أعمل عملية نقد لهذا الموضوع على المستوى الواقعي، نحن بنعرف أنه هذه التقنية فرضت أمر على الواقع المعاش، وما فينا أو خليني أقول كثير من التقنيات اليوم دخلت في حاجاتنا اليومية المعاصرة. نكون عم نبالغ إذا أنه فينا نتجاوزها، نكون عم نبالغ أو ننعزل عنها، حتى من يقف موقف سلبي منها لا يستطيع الخروج عنها بالكلية. هو مضطر في كثير من الأحيان لحتى يستخدمها بطريقة أو بأخرى. هذه التقنية مع ما يحيط بها من سلبيات، وأنا ما عم أقول إن ندعو إلى يعني خليني أقول إنه نتخذ بهالهجم من العولمة القائمة على التقنية دون أن لدينا دون أن تكون لدينا عوامل دافعة أو عوامل حماية لأفرادنا لأبنائنا لأفراد مجتمعنا حول ما يمكن أن يتناقل من سلوكات أو تتناقل من معارف أو تتناقل من مفاهيم عبر هذه أو العولمات التي دخلت في واقعنا. لكن على المستوى الحياة اليومي بتقديري أننا نحتاج إلى نوع من التقنية التي لا تشكل تفاوت بين هذه الأجيال، لأن هناك فجوة إذا نظرنا إليها بأن هذه التقنية ستصبح لاحقا هي الوسيلة الارتباط الأساسية بيني وبين المجتمع. جائحة كورونا قبل شوي كنا عم نناقش، جائحة كورونا فرضت عملية تواصل قائمة بين المؤسسة التعليمية والمتعلم. لو لم يكن لديه هذا المتعلم هذه القدرات لأصبح منعزل بشكل كلي عن العملية التعليمية مع عملية تصويب. طيب نحن في واقعنا الآن العصر يتقدم على مستوى الحكومات الرقمية، يعني أنه عندنا حكومة قائمة على كل معاملاتها قائمة على التقنية والمراسلات وما شابه ذلك. الآن في عملية التصنيع أو الروبوتات وما شابه ذلك الذي يدخل في واقعنا المعاش، حتى كثير من الاحتياجات اليومية تدخل في الذكاء الاصطناعي. إن لم أواكب هذا الأمر يصبح أنا أتقادم في الزمن. ولذلك تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لا تؤدبوا أبناءكم على آدابكم فإنهم خلقوا لجيل غير جيلكم أو لزمان غير زمانكم. لأن هناك عملية تحول وتكامل وترقي في العقل البشري في حياة البشر. لا يمكن أن ننعزل عنها في حين أننا نريد أن نحفظ هويتنا ومبادئنا وأخلاقنا. طبعا هذه المعادلة الدائمة. رح نتابع إحنا وياك دكتور عباس كنعان، ولكن ينضم إلينا في هذه الأوقات عبر زوم رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرة. أستاذ جورج يسعد مساك. مساء النور لحضرتك ولضيفك ولقناة قناة الإمام. يا أهلا وسهلا. يعني نحن اليوم عم نحكي عن تحدي الأمية بالعموم بوطننا وأيضا بالعالم العربي. إذا هيك من خلال متابعتكم واطلاعكم فيك تحطنا بالصورة وين صرنا اليوم تحديدا بواقع الأمية بلبنان، وهيك بقراءة عامة
نحكي شوي صغيرة عن تحدي الأمية الجديدة كمان، كيف عم تقدروا ترصدوا يمكن كيف هذه المسألة عم تمشي وتتطور بمجتمعنا؟ ايه مساء الخير عن جديد. اكيد هذا الموضوع صار قضيه عالميه، مش بس محليه، امميه. نعم اكيد صار في مؤتمرات كثيره عن هالموضوع لانه صارت قضيه عالميه، وهيدي بتقولوا بدق ناقوس الخطر كل ما الشعب مال صوب الاميه، اميه يعني صار صوب التخلف هيك المجتمعيه وما شابه. نعم انما كل ما هو الموضوع بصير نحو التنمية والتعلم بصير المجتمع نحو الازدهار والتطور. أنا بأيد أكيد ضيفك العزيز بهالمواضيع، وإنه أكيد نحن أول يعني بالديفينيسيون طبع الأمية اليونسكو اللي من عطي الديفينيسيون تحديد قلت إنه كل أمي هو اللي ما بيعرف يكتب وبيقرأ. بعدين رجع أو التحديد طور صوب انه مش بس اللي ما بيعرف يقرا ويكتب، اللي كمان اذا بيعرف الام لا امي هو اللي بيكتب وبيقرا بس كمان بيفهم شو عم يكتب ويقرا. انما تبنت بالنهايه اليونسكو التحديد التالي انه الشخص لا امي هو الشخص كمان اللي بيكتب وبيقرا وبيفهم اكيد وبيوظف هيدا القدرات ضمن النمو الشخصي ونمو مجتمعه. اللي من كان الديفينيسيون الاساس هو الكتابه والقراءه حلوة هين كثير تعمل احصاء بهالموضوع كم شخص في بهالبلد او بهالمنطقه. انما لمن بيزيد صوب الفهم كتابه والقراءه والفهم هون بصير في اذا بدك معيار التقييم. نعم تقييم للكتابه والقراءه وللفهم. انما الفهم ما فيني قيمه الا ما يكون في شيء تقول يقص. من هيك طورت ادوات التقييم تيصيروا يحددوا بعدين اي شخص الكتابه والقراءه والتوظيف المعلومات او المهارات القدرات بشغله بعمله. هيدا نحن ناقصنا بالعالم نقول وقيم تدرس وبيساعد كمان هي من الاتجاه الأكيد الأساسي بالنسبة لطريقة التعليم أكيد بالمشاريع بتوظيف القدرات والمهارات عند المتعلم سواء توظيفه بحياته اليومية بالمشاريع بالإبداع بالابتكارات إلى آخره. نعم خفت المحدودية بالنسبة للموضوع. إنما بلبنان آخر إحصاء بال 2019 نعم بقولوا في 7% بالنسبة للأميين بلبنان، 13% هن إذا بدك الأميين اللي غير لبنانيين إذا بدك. هذه آخر إحصاء 2019 بس في إحصاء من بعد 2019 تبني على الشكل المختلف. نعم أكيد نحن مثل ما عم يحكي ضيفك العزيز بالسنوات القليلة الماضية كمان في الأمية الرقمية أو التكنولوجية، وهيدا موضوع كمان اللبنانية معروفين أو عندهم هيدي الطاقة إنه يتابعوا التطور يلاحقوا التطور وكمان يجهزوا حالهم بكل المعدات والتجهيزات التكنولوجية يمكن نحن وقت نتغنى أو من هالتكنولوجيا تاخذنا لمحل تاني. التكنولوجيا على الصعيد إذا بدنا نطور حالنا وفكرنا ومجتمعنا ما نكون نستهلك أو أشخاص أو دول استهلاكيين بدون ما يكون في عنا المواد الاستهلاكية تكون ساعدنا نطور حياتنا نطور فكرنا نطور قيمنا كمان. نحن بهمنا كمان القيم خاصة القيم الشرقية وثروتنا
المحلية من تقاليد وتقاليد أكيد إيجابية عم أقول، نعم، وتراثنا كمان هيدا ما ننساه إنه هيدا كمان بطبيعة الحال الحضارات الإنسانية، هيدا أكيد هيدي بتفرجي إنه الشعب بعده ملتزم بقيمه، وخاصة قيم السلام والعدل والمحبة والتسامح والتعايش. طيب استاذ جورج، يعني نعم بهالمعادلة اللي حضرتك اشرت لها واللي اشار لها ايضا ضيفنا دكتور كنعان اكثر من مره، بانه نكون متمسكين بهويتنا وبقيمنا ونسعى الى تطويرها باتجاه الافضل باستخدام يعني الموارد الموجوده ان كانت ماديه او غيرها لتطوير شروط حياتنا وظروفها للأفضل، بس يعني فعليا اليوم بالواقع اللي عم نشوفه يعني قد ايه الإنسان بيقدر يتحرك على الصعيد الفردي وأيضا على صعيد الدولة والمؤسسات. اليوم عم نحكي معك رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، بظل هالواقع الصعب المر حتى إذا بدنا نحكي مش بس على الصعيد يمكن المعيشي أو الاجتماعي، ايضا يمكن اليوم هيدا الجمود يلي موجود بالسلطه، عدم القدره على اي نوع من الانتاج، حتى مش بس السياسي، الثقافي والفكري والمعرفي، انتم كيف عم تقدروا تتحركوا يعني اليوم اذا بدكم تعملوا خطط معينه، تحددوا برامج، قد ايه في تعاون يمكن من الوزارات اللي ما عم بيكون لها النصيب بانها تشتغل وتكون فاعله نظرا لانه عندها تحديات كثير اساسيه وملحه عم تشتغل عليها، خبرنا شوي بتحدي الاميه الرقميه، هل عم تقدروا تعملوا شيء بظل كل هذا الواقع الصعب؟ بشكر كثير على سؤالك لانه هيدا كثير بيعني لي رح اقول لك ليه. نعم. انا كرئيس المركز التربوي للبحوث والانماء استلمت بايلول 2020، بتعرفي ايلول 2020 بدايه العام الدراسي، كل العالم من بعد ما صار في ازمه كورونا وازمه الثوره صار موضوع التعلم عن بعد اولوي، ما كان المجتمع اللبناني متحضر له ولا المجتمع التربوي بهالموضوع. صراحة أنا على الصعيد الشخصي كرئيس كمسؤول مؤسسة للدولة اللبنانية حطيت عهد على حالي، قلت إنه لازم نحن نكون كنموذج لكل مؤسسات الدولة تشتغل بهالظرف الصعب، وهنا دورنا كمركز تربوي للبحوث والإنماء نكون الدماغ المفكر للتربية بلبنان ونكون نموذج بالسلوك والتحديات، وشو نفع المؤسسة إذا بنشتغل لما يكون الوضع منيح، تحدي لما يكون الوضع مش نشتغل. حلو كتير. إذا بدك تنسيق الإيجابي، نحن مع وزارة التربية كان لقاءات إيجابية وحسنت كتير من الأمور والتعاون المستمر. الشغل الأول إذا بدك الثاني اللي عملناها خلال 15 يوم من تسلمي، عملنا شيء بيسموه الكتاب الالكتروني من خلال ابلكيشن، هذا الكتاب اللي نحن اصلا هو انتاج المركز التربوي. نعم. الكتاب الورقي بس عملناه الكتروني ووزعناه مجانا لكل تلاميذ لبنان الرسمي والخاص، من الروضه للترمينال، ما فرقنا بين الطالب الرسمي والمتعلم الرسمي والمتعلم الخاص. هيدا هي اذا بدك صارت توزيع مجاني للابلكيشن، والكل كتب صارت مأمنه على الصعيد عم تحكي الالكتروني. نعم. هيدا اول مره مؤسسه بلبنان بتشتغل بهالطريقه. شغله ثانيه اللي عملناها، نحن ما قلنا انه اوكي عملنا الايبوك بس نحن ما بنوزع الكتاب الورقي، عملنا المستحيلات حتى امننا تمويل مجانا ل طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي الوطني للمركز، وزعناه على كل المدارس الرسمية من الروضة للترمينال، والسنة عملنا نفس الشيء، عملنا كمان مولنا أو يونيسف، نحن بنقدم لهم شكر كبير، طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي على المدارس الرسمية، كمان على بعض المدارس الخاصة اللي هن حابين يعتمدوا الكتاب المركز التربوي للبحوث والإنماء. بالإضافة إلى قريبا الله راح تسمعوا خبر كمان إنه ما بيكفي عملنا الإيبوك، هي إذا بدكم نسخة PDF
انما هلا عملنا خلال هالشهرين طورنا هذا الكتاب الالكتروني وصار انتر اكتيف مبدئيا قريبا جدا بصير بتصرف كل المتعلمين اللبنانيين الرسمي والخاص. نعم. هذا على الصعيد التكنولوجي، انما الايبوك لما عملنا كمان هلا بصير كمان نعمل اطلاق لمنصه وطنيه تعليميه بالشراكه نحن مع الوزاره. هيدي المنصه عليها كل الموارد الرقمية، حلو كتير، كل الدروس إذا بدك الرقمية اللي أنتجوها الأساتذة اللبنانيين، ما جبنا حلو جميل. يعني فعلا فعلا هيدي بدنا صناعة لبنانية، هيدي إشارة كتير مهمة وهيك مبادرة يجب تلقفها، وأكيد نحييكم عليها، بنحيي كل الجهود المبذولة. مهم كتير اللي تفضلت فيه بأنه بالوضع الصعب وبالواقع المر لازم نشتغل، لازم نواجه التحدي لحتى نطلع منه موفقين. يعطيكم ألف عافية. بعد في كتير أكيد نعرفه منكم أستاذ جورج نهرة، ولكن هيك الوقت داهمنا. رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، كل الشكر وتحية لحضرتك. فيني خبرك شغلة بس سريعا تفضل. لازم أقول لك إياها، نحن من 97 لل 2020 ما كان في ما عمل مناهج جديدة للبنان، صح؟ نعم صحيح. نحن عملنا الخطة، صار في خطة لتطوير المناهج بلبنان بالأدار 2021، وصرنا هلأ بالمرحلة الثانية. نحن بال 2024 بصير في عنا مناهج متطورة وجديدة إن شاء الله لكل مراحل التعليم بلبنان، ان شاء الله على ايدكم نشهد هالنهضه التربويه اللي نحن ناطرينها من زمان، تحديدا بما يتعلق بالمناهج. كل الشكر مره جديده استاذ جورج، ويسعد مساك. شكرا لكم، تحياتي. شكرا يا هلا. كثير دهمنا الوقت دكتور عباس كنعان، بس بدنا نختم هيك، ما بعرف اذا عندك تعليق. طبعا. كيف تتلقفون هذه المبادرات، هالحماس يلي عم يحكي عنه والتحدي والاصرار استاذ نهروة؟ هل بتلاقي انه ما يبذل كافٍ حقيقه بلبنان وبالوطن العربي؟ هيك بخلاصه، لحتى ننصف الاستاذ الكريم وننصف الوزاره وبنفس الوقت ننصف اهلنا ومؤسساتنا التعليميه. واقع التربوي يحتاج الى قرار ليس على مستوى الادارات الوسطى في الوزاره، بل يحتاج الى قرارات على المستوى الوزاري، ويحتاج الى قرار على المستوى الدولي باننا نريد تطوير المناهج، لكن لا ان ننحكم لاي منظمه دوليه او اي منظمه اجتماعيه او مدنيه تريد ادخال مفهوم معين، مفهوم قد يضر بالتباسات مفهومية معينة. نحتاج إلى تطوير مناهج اليوم قبل الغد، لكن أن نأخذ بعين الاعتبار ما يحيط بالمتعلم من تحديات معيشية واقتصادية، وأن نقدم للمتعلم خدمات ليس على المستوى فقط الكتاب الإلكتروني فقط، الشيء اللي عم بيقوله شيء مهم جدا، لكن أن نقدم للمتعلم ما يحتاجه على المستوى المعيشي فضلا عن المستوى التعليمي. شو رأيك؟ أما على مستوى المنصات الإلكترونية طبعا أنا ما بدي أحكم بشكل قاطع على ما قبل ما تشوف المحتوى. صحيح صحيح، هذا بيحتاج الى تجربه واطلاله معاينه عمليه وعلميه لحتى نحكم، لكن هاي المنصه تحتاج الى تقنيه، يجب ان تتوفر لدى المتعلم هذه التقنيه، تحتاج الى كهرباء، تحتاج يعني الى حرام احسن ما جهده يكون على الفاضي، الكثير من نعم. لكن يقدر جهد على ان يستكمل، وأن ننظر إلى ما يراد على مستوى الدعم الذي يأتي إلى لبنان من خلال البنك الدولي أو غير البنك الدولي. هل يراد منه إدخال هذا الدعم أن نغير في المفاهيم؟ أنا بطرح سؤال مفتوح، يعني ما بدي هذا الدعم بريء؟ ما بدي إجابة حاليا. هل هناك دعم مشروط بمجموعة من المفاهيم والقيم؟ هذا يترك لأهل الحرص وأهل التخصص والإدارات والجهات المعنية في الدولة اللبنانية. نحتاج إلى تطوير مناهجنا، نحتاج إلى تطوير العملية التعليمية، لكن لا أن ينظر إلى العملية التعليمية بأنها كتاب إلكتروني فقط أو منصة إلكترونية، بل يحتاج إلى عملية تحول في العمل التربوي على مستوى وعمل بنائي لنا وفقا لمنظومة متكاملة مثل ما حكينا. يعني أكيد الحديث تتم، كنا نطل شوي على مسألة
التسرب المدرسي كظاهرة وقديش لها تأثير بالأمية، بس بلكي بنفرد لحلقة خاصة. الوقت انتهى، كل شكر وتحية لحضرتك دكتور عباس كنعان، وحضرتك مدير تطوير المناهج في مركز الأبحاث والدراسات. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا، الشكر وتحية لكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن وطيب المتابعة.